التنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليه التعاقد، بالرغم من كل المحاولات ديال الحظر ديال النضالات ديالها، قمع تشريد كذلك استطاعة من الأجور، محاكمة سوريا في حق الأساسدة. اليوم كذلك كما رأيتم معنا تم طرد الأستاذة وجدان من فاس، ولولا نضالات تنسيقية لما تم انتزاع حقها في الوظيفة ولما لا تم طردها بشكل نهائي. نقول كذلك الترصيبات التي طالت الأساسدة عنوة في جهة مراكش آسفي، ترصيب أربعة أساسدة ديال الرياضيات، إنما هذه الممارسة تدل بالواضح على هشاشة نمط التوظيف بالتعاقد، ونحن مواصلون في معركتنا حتى إسقاط مخطط التعاقد وكل هذه يعني الإجراءات الإجرامية، وكذلك التعاطي القمعي في حق التنسيقية، في حق نضالها وفي حق نضال الأساسدة المفروض عليهم التعاقد، لن يثنينا على مواصلة المعركة حتى تحقيق مطالبنا كافة. اليوم على امتداد وطننا الجريح، كل المديريات وكل الجهات يعني تخوض أشكالا نضالية متفرقة في المكان وموحدة في الزمان. إذا نصرة للأساتذة أولا المتابعين والمحاكمين اليوم معروضين على المحكمة بالرباط، كذلك استمرارا في معركتنا لإسقاط مخطط التعاقد، إذا فضحا لكل شعارات الدولة في إصلاح التعليم. فنرى اليوم بأن التعليم تم يعني ضربه، وكاين واحد الهجوم كاسح على كل القطاعات العمومية بما فيها الصحة والتعليم وكذلك الشغل القار. نحن كتنسيقية ديال الأساسدة المفروض عليهم التعاقد، نقول بأن الخرجات ديال الوزارة وكذلك ديال الحكومة الجديدة إن دلت على شيء إنما تدل على عزمها يعني تعميم هذا النمط من التوظيف اللي هو التعاقد على جميع القطاعات، وما خرجت الوزير المكلف بالميزانية إلا خير دليل على أنهم باغيين يفككوا الوظيفة العمومية بشكل مطلق، ليس في قطاع التعليم فقط وإنما في جميع القطاعات، وبالتالي تفويت هذا الصرح كذلك ديال القطاع العمومي للقطاع الخصوصي، ومن ثم بيع خدمات كل هذه القطاعات العمومية لا صحة ولا تعليم باعتماد هذا النمط من التوظيف ديال المستخدمين لدى المؤسسات العمومية. نقول نحن من التنسيقية، من داخل التنسيقية، نقول بأننا مستمرين في نضالنا إلى أن يسقط مخطط التعاقد، إلى حين إدماج الأساسدة في أسلاك الوظيفة العمومية، ومن غير هذا الحل لن نساومنا على حل آخر. وتحية لكم.